مزرعة السكة على الدغري كده. اديني ورقتي. أنا هبعت لك ورقتك. عند المأذون؟ لا، عند هاني شاكر. لا لا لا، بلاش الأستاذ هاني شاكر ده، هو بيكرهني أنا كفكرة كلها على بعضها، ده عايز يبطلني غنى مدى الحياة. هو راجل بيعمل خير دايما، سيبه يعمل خير، سيبه يعمل خير فينا ويبطلك يا أخي. دي صدقة جارية هتقعد له طول حياته. جاتكم القرف؟ مستر وسيم، انا في ايه؟ اهدى يا جميل، انت بتنزف. اهدى، بتبعنا يا مستر وسيم يا وسوس. دماغي دماغي مش حاسس بيها. يا باشا هات لنا بن تاني لو سمحت. يا باشا ما فيش بن، البن كله خلص. هات جنزبيل، هات حاجه ساقعه، اي حاجه، المهم عيش. هتعيش؟ عايز عيش حبيبي. هتيجي ما تقعدش بقى تنرفز، بتجيب دم، وبعدين الجنزبيل مش هيعمل لك حاجه، انا متاكد. ايه بقول لك ايه يا حبي، احنا لو سيبناه ينزف لحد ما يموت الفلوس هتتقسم على عدد اقل. هو انا اللي كنت في السجن ولا انت؟ دي دماغ عوالم. اه اظن بعد اللي حصل لجميل الملط بتاعكو تكونوا عرفتوا من الفيرود اللي في المجموعه. انا مش بقول كده علشان اذلكم، لا، بس علشان تعرفوا ان انتوا من غيري ولا حاجه. احنا من غيرك ولا حاجه، وبيك ولا حاجه، عشان انت فاكر نفسك حاجه وانت ولا حاجه، ولو كنت فاكر نفسك حاجه فيبقى انا اللي عملتك يا ملط. اهدى يا ريا وسكينه انت وهي، اهدوا بقى يا جماعه، اهدوا، احنا عايزين نهبق من هنا بسرعه، لا بتوع الجيم دول يجوا تاني هيفلقونا. لا بتوع الجيم، لا لا هيجوا يفلقونا، انا مش عايز اتفلق تاني. لا ما تنزفش، هتنزف يا جميل، والجنزبيل ده اي كلام والله العظيم. اهدى بقى. بس يلا يا جماعه بجد، انا عندي نمره. ليه يا ايسو بتبوظي اللحظات السعيده كده؟ بقول لك يا جميل، هي العربيه فين؟ العربيه حسبتها ومشيتها وخدت 300 جنيه، انا عايز الفلوس ديت، عندي علاج. هديهم لك خالص، انا هصرف على علاج. هتقعد تنزف والجنزبيل مفيش، وهتشوف هيأذيك. ايه ده؟ ايه ده؟ انا هطلب اوبر. لا لا لا، اوبر لا، ما ينفعش، لازم تاكسي ابيض في اسود، الايمج بتاعي كرقاصه يبوظ. انت عايزه مني ايه بجد؟ عاوز منك ايه بس يا حبه؟ كل ما في الموضوع ان انا بحب اعمل شغلي صح. رقاصه يعني تاكسي ابيض في اسود وعبايه، وغالبا بتتسف التاكسي. وده مقطع الا بالله. حضرتك طالب بتز؟ بتز؟ لا مش انا. ولا براجر؟ ولا براجر، ولا محاشي، ولا مشاوي، ولا اي حاجه. يبقى اكيد حضرتك اللي طالب وجبه النص ارنب. نص ارنب؟ دي فلوس اللعبه. طب ما تقول انك تبع اللعبه. انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا عجمي. عجمي مين؟ انا ما اعرفكش عجمي، ما شفتكش قبل كده. عايز اقول لك ان انا بنبهر بطريقه لعبك، كنت متاكد انك هتسفلته زي اخر مره. اخر مره؟ اخر مره يا ابني هو اللي مسفلتني، انت مش متابع ولا ايه؟ بص، انت كده كده نمبر 1 بالنسبه لي، وان شاء الله المره الجايه تعوض خساره المره دي. حبيبي المره دي انا اللي كسبت، اتكل على الله يا عجبي، انت مش فاهم اي حاجه. النص ارنب. مبروك يا وسيم، كده النتيجه 1-1 والجايزه وصلتك، وزي ما اتفقنا ان في جايزه للكسبان وفي عقاب للخسران، مطلوب من مازو يسلم لوسيم عربيه موديل السنه ونمرتها فل 3 6. ايه التعجيز ده؟ اجيبها منين دي؟ خلال 90 ثانية لو العربية ما تسلمتش لوسيم، مازو وفريقه بره اللعب. 90 ثانية وهلعب لوحدي فوريفر يا مزمز. ولما تلاقي العربية والنبي يبقى سخنها، عشان احنا مستعجلين لازم نمشي دلوقتي. انت بتعملي معانا كده ليه؟ اجيب منين عربية بالمواصفات دي؟ تاخد الموتوسيكل بتاعي، انا اصلا ما اعرفش اسوق. اخرس. هو انت يا مدام شيماء مش عندك عربية رقمها 3 6 وحروفها فيه لام فل الفل؟ بهاليات دي لا يمكن تنسى عربيه طوقتها ابدا. الكلام ده يا شيماء، انت عندك عربيه بالمواصفات دي؟ اه لسه شاريها من اسبوع من تعبي ومجهودي. مجهودك ايه يا نصابه؟ دي فلوس اللي